السلام عليكم ورحمة الله، معكم الأستاذ أسامة حنفي معلم العلوم في مدرسة آفاق العزيزية. أبنائي الأعزاء طلاب صف الثاني الابتدائي، اليوم إن شاء الله ندرس مع بعض تغيرات حالة المادة. هنبتدي درسنا اليوم بتغير حالة المادة. احنا أخدنا في الدرس السابق وهو تغيرات المادة، التغيرات الفيزيائية والتغيرات الكيميائية، وعرفنا ايه الفرق ما بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي. اليوم ان شاء الله هنعرف تغيرات حالة المادة. طيب مع بعض كده نبدأ الدرس. اول شيء، كيف يغير التسخين المادة؟ هل التسخين يغير من حالة المادة؟ نعم، لو وضعنا قطعة من الشوكولاتة في مكان دافئ لمدة طويلة، ماذا يحدث لها؟ قطعة الشوكولاتة قطعة صلبة، ايه اللي بيحدث لها؟ يحدث لها عملية سيلان، يعني تتحول قطعة الشوكولاتة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة عندما تتعرض للحرارة، عندما تتعرض للحرارة. وهذا أول شيء عندنا هو الانصهار. ماذا يعني الانصهار؟ الانصهار تحول المادة الصلبة من أو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة. تحول المادة الصلبة إلى سائلة، مثل الذهب والنحاس. الذهب والنحاس احنا عارفين إن الذهب عندما يستخلصوه من الأرض يكون قطع. طيب لو احنا عايزين نعمل منه اشكال، بنبتدي نعمل له عملية انصهار فيتحول الى سائل، من صلب الى سائل، ثم نستطيع بعد ذلك عملية التشكيل. يبقى اول حاجة لازم نفهمها اليوم هي الانصهار. الانصهار يعني تحول المادة الصلبة الى سائلة، مثل الذهب والنحاس ومثل قطعة الشوكولاتة او قطعة الزبد. تمام. بعد كده ننتقل، بعد الانصهار احنا عرفنا ان الانصهار تحول المادة الصلبة الى سائلة، زي ما احنا شايفين كده قطعة الذهب لو احنا شايفينها الاول، عشان اعمل لها شكل بعمل لها عملية انصهار في وجود الحرارة. هذا يعني ان الحرارة بتؤثر في حالة المادة، تغير حالة المادة من الصلبة إلى السائلة. ننتقل بعد ذلك إلى التبخر. عندما يتحول السائل إلى غاز نقول أنه تبخر. عندما يتحول السائل إلى غاز نقول أنه يتبخر. لو عندنا مياه، والمياه هذه سوينا لها تسخين، عملنا لها عملية تسخين، بتتحول من حالة السائل، بعد فترة كده تلاقيها بيحصل لها عملية تبخر. يبقى التبخر هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. لو نظرنا إلى الماء، أهو الماء أهو في هذه الصورة، الماء بيوضع على حرارة، اللي بيحصل له بعد فترة يتحول هذا السائل اللي هو الماء إلى بخار، أي إلى غاز. يبقى احنا دلوقتي درسنا حاجتين في تحول المادة. أول حاجة الانصهار هو تحول المادة الصلبة إلى سائلة، ثم التبخر وهو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، وكل منهما تأثر بوجود التسخين، تأثر بوجود التسخين. يبقى إذا درجة الحرارة تؤثر في حالة المادة. لو انتقلنا بعد ذلك هناخد الحالة اللي بعد كده وهي التكثف. ما معنى التكثف؟ التكثف يعتبر هو عكس التبخر.
بمعنى ان احنا اخذنا ان التبخر تحول المادة من الحالة السائلة الى الغازية. اما عندما يتحول الغاز الى سائل هذا يسمى تكثف، تكثف، وهذا يأتي عن طريق عملية التبريد. يعني عندما يفقد بخار الماء الحرارة، عندما يفقد حرارة فيتحول من الحالة الغازية مرة أخرى إلى الحالة السائلة. نقول كمان لطلابنا الأعزاء أن التكثف تعتبر عملية عكس التبخر، التبخر تحول السائل إلى غاز، أما التكثف هو بعملية التبريد يتحول من غاز إلى سائل مرة أخرى. لو نظرنا هنا على الكاسة الموجود أمامنا هنلاحظ إن على السطح الكأس الخارجي، سطح الخارجي للكأس يتحول إلى قطرات من الماء، البخار يتحول إلى قطرات من الماء عندما يبرد الماء، عندما يبرد البخار الماء. كمان في أمثلة كثير على التكثف زي ما احنا شايفين في الصورة، هذه الصورة الماء المتكثف على الزجاج يأتي من الهواء الذي في الغرفة عندما يكون هناك بخار ماء، وهذا البخار يقع على مكان بارد يعني درجة حرارته أقل، فيتحول الغاز إلى الغاز، يتحول إلى سائل مرة أخرى. قد تتجمد أيضا السوائل عندما تبرد، يعني السائل عندما يبرد يتحول مرة أخرى إلى صلب. لو إحنا عندنا ثلاجة في البيت ووضعنا فيها ماء عادي سائل، بعد فترة نلاحظ إيه اللي حصل؟ ماذا حدث؟ تحول هذا الماء إلى ثلج، والثلج هو جسم أو مادة صلبة. يبقى أيضا أستطيع إن أنا أحول المادة السائلة إلى مادة صلبة عن طريق ماذا؟ التبريد. يبقى أنا كده أستفيد إن أنا ممكن أستخدم التبريد يعني خفض درجة الحرارة في عمليتي التكثف والتجمد. التكثف عندما أحول الحالة الغازية إلى سائلة، والتجمد عند تحول الحالة السائلة إلى حالة صلبة. أهو عندنا هنا في ماذا يحدث الماء عندما يبرد؟ عندما يبرد يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. أيضا بعد أن تنطفئ الشمعة يبرد الشمع السائل ويصبح صلب، يبرد الشمع السائل ويصبح صلب. طيب عندنا أفكر وأتحدث وأكتب. أتوقع ماذا يحدث لوعاء فيه ماء إذا عرضته للشمس؟ يلا نجاوب يا أبطال. وعاء فيه ماء وعرضناه للشمس، إيه اللي يحصل له؟ طبعا هيتحول هذا الوعاء أو يتحول هذا الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، يعني يتبخر الماء. طيب السؤال الثاني، ماذا يحدث لبخار الماء عندما يتكثف؟ عندما يتكثف بخار الماء فيتحول من الحالة الغازية، يتحول الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. السؤال الثالث والأساسي، كيف تؤثر درجة الحرارة في المادة؟ نعم من هذا الدرس نستفيد أن درجة الحرارة تغير من حالة المادة، تغير من حالة المادة. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة
العامة ومراجعة الفصل العاشر، ونشوف كده يا أبطال هنختار من الكلمات اللي أمامنا. احتراق الخشب، هذا من الدرس السابق. احتراق الخشب مثال على، هل عندما يحترق الخشب هو تغير فيزيائي أم تغير كيميائي؟ احنا عرفنا من قبل أن عملية الاحتراق هي تغير، نعم تغير كيميائي. يبقى احتراق الخشب مثال على التغير الكيميائي. اختيار أول سؤال هو التغير الكيميائي. طيب السؤال الثاني، يمكن للماء المتبخر في الهواء أن يتحول إلى سائل في عملية تسمى ماذا؟ الماء المتبخر في الهواء يتحول إلى سائل. عندما يتحول أو تتحول المادة من الغاز إلى سائل، ها ما هي الإجابة؟ طبعا هذه العملية تسمى التكثف، التكثف. السؤال الثالث، قد يتحول الماء إلى غاز. هذه عكس العملية السابقة. عندما يتحول الماء إلى غاز ماذا تسمى؟ يسمى نعم تبخر. عندما يتحول الماء إلى غاز هذا يسمى تبخر، يبقى يتبخر. السؤال الرابع، من الأمثلة على الرطوبة والجفاف. طبعا الرطوبة والجفاف هو تغير الفيزيائي، الرطوبة والجفاف هي التغير الفيزيائي. السؤال الأخير، تحول المادة الصلبة إلى مادة سائلة تسمى هذه العملية، نعم هذا ما أخذناه في أول الدرس، عندما تتحول المادة الصلبة إلى مادة سائلة تسمى هذه العملية الانصهار. أرجو أن تكونوا قد استفدتم بهذا الدرس، وإن شاء الله نكمل في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.